سهرة تأخرت كتير أبو وديع، هالسهرة اللي تسمت على اسمك، هالناس كلها اللي اجيت لحتى تحتفل معك، من الناس اللي معنا بقلب استوديو، من الناس الموجودين برا والنجوم والضيوف مستمرين. ومثل ما قلنا انه في مواويل بتحبها، ذكرته لأستاذ عبدالله بالخير نحن عم نحكي بموال، قلت له هيدا موالك. قديه بيفرق الموال عند أستاذ عبدالله بتشوف عن غيره من الفنانين بالخليج، لأنه بتتابع الكل وبتسمع الكل؟ أستاذ عبدالله عنده سائل خاص وحلو وأنا بحبه. الله يحفظك سيدي، هذه شهادة يا أبو وديع. الأبجد الله يحفظك. هو اختار اغنيه كمان من ارشيفك، توقع يلا. شو ممكن يغني؟ يلا مزقف استاذ عبد الله. شكرا شكرا. تفضل. قلت لها يا رشيقة القوام، قالت وما القوام؟ قلت غصن يغرد فوقه فرخ الحمام، قالت وما الحمام؟ قلت طير يذكرني بأحباب الكرام، قالت وما الكرام؟ قلت قوم لهم في مهجتي أعلى مقام، قالت وما المقام؟ قلت ربعا تحلي فيه تستمعي كلامي، قالت وما الكلام؟ قلت نطق إذا ما فهت حلو كالمدام، قالت وما المدام؟ قلت خمر من الخمر الموشح بالوشام، قالت وما الوشام؟ قلت نقش على خديك أسود يا بريقة الغمام، قالت وما الغمام؟ قلت سحب يشل المزن والعالم نيامي، قالت وما المنام؟ قلت قمض محرم على أهل الغرام، قالت وما الغرام؟ وما الغرام؟ وما 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 القرام؟ قلت عشق فسح في مهجتي، وينحل أيضا ناري ولهف قلبي ليل وسهري وحبي، حتى
جراحي ألمي وأسفي وندمي سلفتي أيامي وأحلامي شوالي وغرامي حتى سكوت كلامي ألمي أهدي سلفوني ناري ولفي كلامي بين صغري وحبي حتى جراحي وألمي وأسفي وندمي سلفتي أيامي وأحلامي شوالي وغرامي
شكرا. يلا نشكر نشكر حبيب قلبي نشكر خيي عبد الله وسيم وسراس نشكر ليلى غالي صديقي ثلاثة بس توني بدك راح اغني لكم اخر غنية عكسي انا ري 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 بيت بلاش تجريح كده كفاية كده كفاية أنا اللي حكون معاك صريح كده كفاية كده كفاية أنا مش شايف في كلمة ولا غنيتها كده كفاية أنا مش شايف النسمة اللي حبتها أنا مش شايف الغن واللي غنتها أنا مش شايف النسمة اللي حبتها شايفك ريح شايفك ريح وما دام خلاص بجد أنا مالي غني حب مش حبس نفسي خلاص حزن وخفى الحب في يوم ما هيطحني خلاص حزن وخفى الحب عمري في يوم ما هيطحني لو كنت عارف كل ده ولا كنت ضيع ولا ضيع انا ضيع الشكل ده هيا كده ما اقدرش الهاني يا جميل انا ما اقدرش احب الهاني يا جميل يا ما اقدرش الهاني يا جميل يا جميل جري ما دام خلاص بجد انا زي اي حد مش حاسس نفسي تاني وهحب من الحد وما دام خلاص بجد انا زي حدودي صحيح كده كفاية بلاش تجري شكرا 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 حي كل اللي سيئة وعلى كل الأمن حي روتانا والتنويين على روتانا وإن شاء الله تكون السادة وصلت شكرا للجميع
شكركم. تفضلوا يا رب. ابو وديع ابو وديع ابو وديع، روتانا بتقدم لك بنهاية السهرة، تفضل إذا بتريد، تفضل لعزبك معي بس بنهاية سهرة الليلة. هلا بعتوها؟ لا، مفكرين فيها من قبل، مشان هيك بتعرف مكانتك قدي كبيرة، وأنت محطوط بصدر الدار. شكرا. وأنت وروتانا واحد، ونحن ما بنقبل إلا تكون راضي. شكرا شكرا لك. أسطوانة ذهبية، هي أول أسطوانة ذهبية، وأكيد تمنح من روتانا لسلطان الطرب جورج وسوف. مبروك أبو وديع. شكرا.